تحدثت عن التحديات اللي عم تواجهنا اليوم مع أزمة الكورونا، لأنه فرضت على اللبنانية والتربويين العمل بأجواء ما كانوا متحسبين لها، إن كان بلبنان أو بالعالم. اتصور أنه كانوا ملهيين بعملية كيف بدنا نعمل منهاج أو بدنا نطوره أو مش رح نطوره. صار لهم سنين عم بيحكوا عن تطوير المنهاج وبعدنا بنطلع وبننزل اجتماعات بدون أي تطوير، بنصرف مصاري بدون أي تطوير، بنعمل مؤتمرات قد ما بدك بس تطوير ما فيه. وصلنا فجأة نحن بحاجة للتعلم عن بعد لأن الكورونا فرضت علينا شهادة. طيب شو محضرين نحن بالنسبة للتعلم عن بعد؟ لا شيء. كيف محضرين هالأساتذة إنه يتعاملوا مع حالة مثل هاي؟ لا شيء. طيب الأستاذ اللي بده يحكي أونلاين مع تلاميذه، هذا مش بجو عمل محسوس، يعني يفرض إيقاعه على الصف اللي هو موجود عمليا بجسمه بالصف، هو عم يحكيهم عن بعيد فما قدر يفرض إيقاعه. وصار الأستاذ اللي كان يفوت على الصف ويشرح درسه بيدبرها كيف ما كان يكون، هلأ صار مجبور يكون مبدع، ما بقى في يشرح كيف ما كان يكون، صار بده يكون عنده قدرة تكنولوجية يقدر يتعامل مع التكنولوجيا اللي فيها كتير تعقيدات، صار بده يقدر يقنع تلاميذه بالشيء اللي عم يحكيه هو بعيد عنهم، مش هو يعني بده يستعمل البادي لانجويج، بده يستعمل الصوت، بده يستعمل قدراته ليقدر يتعامل مع التلاميذ. والتلاميذ كيف بده يخليهم يكونوا جديين؟ طرحت بعض التوصيات اللي هي من داخل الكلمة اللي حكيتها، يعني مثلا لاحظنا بالمدة الأخيرة الصراع والنكد بين وزارة التربية والمركز التربوي والبحوث والإنماء، هودي مسؤولين عن التنفيذ، هودي مسؤولين عن المناهج، لا هودي اشتغلوا المناهج مثل الخلق تتناسب مع اللي نحن عايشين فيه، ولا هودي كان التنفيذ تبعهم كمان مثل الخلق، لأنه منهم حاضرين لأنه ينفذوا على الأرض الشيء اللي طرق عليهم. يعني على المهلتين كان في تقصير، إن من ناحية الوزارة أو من ناحية المركز التربوي والبحوث والإنماء. من هون أنا اقترحت إنه يصير في نوع من التكامل بين هالمطرحين لنقدر من نتيجة نحط قدامنا حاجة الطلاب اللبنانيين.